لما النادي الاهلي خلاص بدا ياخد الخطوات بتاعته مع هيدرسفيلد عشان يبدا يعني يفاوض النادي والمفاوضات رايحه جايه، فخلاص النادي الاهلي وصل لرقم والنادي هناك وافق، فلما بدا يبلغوا اللاعب تحس انه كان ماشي في سكه تانية. ده اللي زعل الناس النهارده، حته عدم الوضوح من الاول. انت لو عايز تروح اي مكان في لعيبه كتير راحت ومشت من النادي الاهلي، هل النادي الاهلي وقف ولا هيوقف على حد؟ ولا هيوقف على حد لسه جه، ولا بيتاثر بحد، ولا هيتاثر بحد. وارجع للتاريخ، ارجع للتاريخ النهارده، كل اللعيبه اللي رحلت على النادي الاهلي النهارده لما بتطلع في لقاءات بتقول لك القرار الغلط او اللي اندم عليه ان انا سبت النادي الاهلي واتمنى ارجع النادي الاهلي. طب النهارده النادي الاهلي هل وقف مع رمضان في اوقات كتير؟ وقف كتير. النهارده لما احترف في ستوك سيتي كان بعيد عن مستواه وقعد فتره ما لعبش، والنادي الاهلي جابه اعاره عشان يرجعه تاني فورمه ويدخله فورم الماتشات تاني ويرجع منتخب مصر. طب النهارده مكان في هيدرسفيلد برده نفس الكلام وما لعبش، النادي الاهلي جابه اعاره ورجع وبقى احسن من احسن اللعيبه الموجوده في مصر، وكمان شفنا يعني المستوى اللي وصل بيه بفضل النادي الاهلي وفضل ريني فايلر اللي طور اداء لعب في كاس الامم 23. فالنهارده ده فضل النادي الاهلي عليه، ما يبقاش ده المقابل. المقابل انت ما فيش مشكله انك تمشي او تختار نادي تاني، بس حته الملاوعه، حته عدم الوضوح، المراوغه من البدايه طبعا هي دي المشكله اسامه اللي كنت هتكلم عليها، انك تكون واضح وصريح. هسيبك تكمل يا كابتن هاني، بس خلينا نقفل يعني موضوعنا ده. النادي الاهلي عمره ما وقف على حد ولا هيوقف على حد. لا طبيعي.